تنضم إلينا من موسكو مراسلتنا أريج محمد، ومن كييف مراسلنا عامر العروقي. عامر، دعنا نبدأ معك ونفهم فعليا كيف وأين قال هذا الكلام الرئيس الأوكراني فيما يتعلق بوجود روسيا بقمة سلام ثانية. هو الذي كان له مواقف واضحة من حضور أو تمثيل روسيا في القمة الأولى في سويسرا. نعم كارولينا، بالفعل الرئيس الأوكراني وبعد عودته من قمة حلف الناتو من واشنطن أدلى بهذه التصريحات، وهو أن يتم دعوة روسيا في قمة السلام الثانية التي سوف يتم عقدها في نوفمبر المقبل. والقمة الأولى حضرها ما يقارب من 92 دولة وعقدت في سويسرا، وتم وبعض الدول تبنت أيضا طروحات الرئيس زيلينسكي فيما يخص إنهاء هذه الحرب المستمرة منذ 3 أعوام، وأيضا البعض تبنى الرؤية المطروحة من 10 نقاط بما فيها انسحاب القوات الروسية من كل الأراضي الأوكرانية والسلامة الغذائية والسلامة محطات النووية وعودة شبه جزيرة القرم. ولكن البعض الآخر انتقد هذه القمة وقال بأن السلام لن يكون دون حضور روسيا، لذلك دعا الرئيس فولاديمير زيلينسكي أن يكون في قمة السلام الثانية التي سوف يتم عقدها في نوفمبر المقبل ممثلين عن روسيا الاتحادية، على الرغم من أن البعض انتقد هذه الدعوة، لكن يجب أن يكون هنالك ممثلين لروسيا الاتحادية داخل قمة السلام التي سوف تنعقد في نوفمبر الماضي. هذه التصريحات جاءت على رسالة الرئيس فولاديمير زيلينسكي بعد عودته مباشرة من واشنطن بعدما حضر قمة حلف الناتو، وبعد أيضا ما اتخذ بعض الوعودات بتسليح أوكرانيا وتسريع وتيرة وصول هذه الأسلحة ودعم أوكرانيا طويل الأمد من أجل النصر في هذه الحرب المستمرة منذ 3 أعوام. كارولينا، نذكر معك أريج بمواقف الكرملين والرئيس الروسي فيما يتعلق بالقمة الأولى التي عقدت في سويسرا، واليوم نفصل معك أيضا ديمتري بيسكوف ورده على هذه الدعوة أو إمكانية مشاركة روسيا فيها. نعم كارولينا، طبعا مواقف الصادرة عن الكرملين ربما لن تكون مستغربة في حال إذا ما تابعنا سلسلة المواقف الروسية التي كانت قد سبقت قمة سويسرا والتي رافقت هذه القمة والتي أعقبتها في إطار أن أي تسوية بغياب روسيا سواء كان بغياب دعوتها أو في ظل غياب مصالحها وما تريده روسيا من هذه التسوية في إطار المصالح الأمنية والعسكرية قبل سواها طبعا غير مجدية ولن تؤدي إلى أي نتيجة، نتيجتها ستبقى صفر. وعلى ذلك أيضا وفي باعتبار أن الرئيس الأوكراني أيضا بالنسبة للجانب الروسي من جهة يدلي بمثل هذه التصريحات بأنه لا يمانع بحضور ممثلين روس في قمة تسوية أوكرانية مقبلة قد تشهدها في الأشهر المقبلة، ومن جهة ثانية يدلي بتصريحات بأنه يحصل على ضوء أخضر باستخدام أسلحة غربية موردة للقوات الأوكرانية لاستهداف العمق الروسي، طبعا هذه التصريحات ستبقى غير مصدر للثقة بالنسبة للجانب الروسي، والروس بحاجة ليفهموا ما الذي يقصده الرئيس الأوكراني من وراء حديثه عن قمة سلام. ما هي هذه القمة؟ ستكون مثيلة للقمة التي شهدناها في يونيو أو منتصف يونيو الماضي عندما طبعا غلبت صيغة زيلينسكي للسلام التي يرفضها الجانب الروسي كما هو معلوم، ولطالما كان الرئيس الروسي كارولينا كما نتذكر قد استبق هذه القمة بيوم بمبادرته هو وبمبادرة روسية كما قال لإنهاء الصراع الدائر في أوكرانيا، واضعا الشروط بانسحاب الجيش الأوكراني من المناطق الأوكرانية الأربعة التي ضمتها روسيا في سبتمبر من عام 2022، وأيضا التأكيد الأوكراني على حياديتها وعدم انضمامها إلى أي أحلاف عسكرية في طليعتها حلف شمال الأطلسي الناتو. من ذلك طبعا لن نشهد على ما يبدو أي تغيير في المواقف الروسية حيال أوكرانيا، خصوصا أن بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية في معرض ذات التصريحات اليوم كان قد تحدث عن
أن هناك دعاية تؤجج الكراهية للروس، تؤجج الروح القومية الأوكرانية بالمعنى السيء للكلمة كما يتحدث ديمتري بيسكوف في معرض ذات التصريحات، وهو أيضا ما يطيل أمد هذا الصراع من وجهة النظر الروسية، حيث ليس هناك استعداد أوكراني حقيقي، ولو هناك تحول كما يتحدث بيسكوف ديناميكيات إيجابية يشهدها هذا الرأي العام الأوكراني وتشهدها بعض المواقف الأوكرانية حيال ضرورة المفاوضات مع روسيا، لكن هذه الديناميكيات ما زالت بطيئة وفق وجهة نظره، ولا تصب في خانة إجراء هذه المفاوضات بشكل جدي وموضوعي. شكرا جزيلا لكما من موسكو مراسلتنا أريج محمد، ومن كييف عامر العروقي، شكرا جزيلا.